بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة، قد قلت لحضراتكم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، عندما رأى صحابيا يشرب واقفا قال له: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال له: لا، الهر اللي هو القط يعني. قال له: لقد شرب معك من هو شر من الهر، شرب معك الشيطان. إذا الإنسان إذا شرب واقفا يشرب معه الشيطان، والحديث في صحيح مسلم. إذا الشرب واقفا بمثابة نسيان أو ترك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الطعام، مسألة خطيرة. يبقى إذا الشرب واقفا حرام شرعا وليس مكروها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا شرب واقفا فقال له: قئ قئ ما في بطنك، رجع اللي أنت شربته. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابية، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من شرب واقفا أو من نسي فشرب واقفا فليستقي، يعني يرجع لبطنه، لخطورة الشرب وقوفا. طبعا الطعام أشر وأخبث، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندما قال رسول الله الطعام، يعني ليأكل وهو واقف، قال: هذا شر، هذا أخبث، هذا شر، أشر وأخبث. طبعا كلمة أخبث دي نص قاطع في إنه حرام، لأن كلمة خبيث لا تتقال إلا على الشيء، على الشيء المحرم شرعا. فالناس اللي بيقولوا اللي شرب الوقوف مكروه، لا. انا دلوقتي هقول لحضراتكم الاضرار البالغه والخطيره للشرب، للشرب جلوسا، للشرب للشرب الماء، الماء او اي سائل او اكل الطعام وقوفا، ولا يعلم اكثر الناس. في دكتوره، دكتوره استشاريه في متخصصه في المناعه والبكتيريا والميكروبات، قالت ان شرب الماء وقوفا او انسان واقف يؤدي الى قرحه المعده، لانه الميه بيحصل الميه بتنزل بسرعه في المريء، فبيحدث اختلال في توازن الجسم، فالميه ما بتترشحش كويس وما بتعادلش الحموضه بتاعه المعده كويس، وبالتالي بيبقى في احتمال ان يحصل قرحه المعده. خصوصا في ناس، بعض الناس بيبقى خلقيا او وراثيا جدار المبطن للمعده عندهم بيبقى ضعيف. ادي اول حاجه. تاني حاجه تؤدي الى التهاب المفاصل. ليه؟ لان الماء بيبقى فيه مترصب فيه ميكروبات، فبتترصب في المفاصل فتؤدي الى التهاب المفاصل. تالت شيء تؤدي الى زياده السموم وعسر الهضم، ده كلام الاطباء، زياده السموم وعسر الهضم. على العكس، الانسان يشرب وهو قاعد تؤدي الى تطهير المثانه والامعاء والمعده من السموم والبكتيريا. رابعا، الماء يمر بسرعه بدون ترشيح، وتستقر الشوائب في المثانه، ومؤثر على وظائف الكلى والكبد، لان الكبد والكلى وظيفتهم الاساسيه تنقيه الماء. ما البول ده عباره عن ميه اصلا، بس الميه اللي زياده عن حاجه الجسم، فده بيشكل عبئا على الكبد وعلى الكلى، وبالتالي يؤدي على المدى الطويل الى قصور في وظائف الكلى والكبد. في دكتور في الهند قال: هناك خطر على الرئتين، لأن العناصر الغذائية لا تصل بالقدر الكافي إلى الكبد، مما يؤدي إلى خطر، ما لا تصل إلى الكبد، وبيؤدي إلى خطر، على الجهاز الهضمي، ويؤدي هذا يؤثر هذا تأثيرا سلبيا على القلب والرئتين. طبعا ما أظنش إنسان عاقل بعد ما يسمع الكلام ده كله هيفضل يشرب هو واقف. يعني لو انت مش عايز تطبق السنه، خاف على صحتك يعني، انسان يخاف. واحنا نحن في زمن يعني كثر فيه المرض، وكثر يعني الماء نفسه غير 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 غير, غير نظيف، والطعام والعوادم التي فاقول ايه ولا ايه. ف طيب، دي سنه مهجوره. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: من أحيا سنتي أو المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. يعني إيه فساد أمتي؟ ضياع العلم، انتشار الجهل، ضياع السنن، انتشار البدع بين الناس. فهو ده انتشار الجهل. فأعظم الناس ثوابا في هذا الزمن، وأعلى الناس مرتبة، وارفع الناس درجة في هذا الزمن، هم الذين يحيون السنن المهجورة.
ذلك كلما سمعت عن سنة مهجورة احيها. فدي سنة مهجورة، سنة مهجورة. ف اللي بيحي السنة مهجورة بمسافة أمة بيبقى عامل زي كأنه أمة. انت بتعمل حاجة ما بيعملهاش اكتر الناس. ف يا ريت لو انت مش بتدور على ثواب الآخرة، مش بتدور على إحياء السنة المهجورة، وعايز الشيطان يشرب معاك، انت حر. لكن مش معقول انت عايز تدور رياض في جسمك. فانا هكتب لكم الكلام ده في الوصف، هكتب لكم، هحط لكم الرابط وكلام الاطباء عشان تنشروا هذا الكلام ونشر هذا الكلام فيه ثواب عظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.